C'est Safiya Elish, un des 32 ans, un des techniciens supérieurs en art graphique, option infographe. Le domaine qui me travaille, j'ai essayé d'entrer dans des boîtes, j'ai habité dans le hôtel, j'ai été ويكالات إشهارية. بعد تلقيت صعوبات ما قدرتش نخدم في الوكالات في الوكالات الإشهارية باسكو ما قبلونيش على خاطرش كان كل واحد واش قال واحد يقول عليا بلي انت ماكش حتقدري واحد يقول عليا بلي انت ماشي انفوغراف جو كي تعرفي جو يحقروا بالعين ويهضروا يعني كيلو يقول لك انت ماكش حتقدري الماشينه تم حكموا على شكل تاع قبل ما يعرفوني كما يقولوا من بعد الحمد لله يعني تحديتهم يعني درت في بالي لي يعني كما نيش هنقدر نخدم في وكالات إشارية قلت علاش ماشي انا نخدم عند روحي ما خليت حتى واحد يحتقرني ولا حتى واحد يقول بلي صافية ما يش حتقدر ولا صافية امبوسيبل انا هذوك الناس اللي قالوا لي صافية ما يش حتقدر كما يقولوا جرحوني يعني وبكاوني الحمد لله انا في لاجونس تاعي نديرو لي كارت دو فيزيت لي ديبليون لي فلاير لي بلا بيبليسيتير لي لاتر لومينو ودوكا دخلنا في جديد انا نديرو في الفوركس تكوني طويلة تكوني قصيرة تكوني معوقة تكوني عادية شوفي الهضرة فيها ألوغ علاش حتى يعني انت تجي تحبسني أنا يعني ما نحبش الحمد لله مادام ربي هاو كاين مادام نتكلو على ربي خلاص يعني يعني نتكلو على ربي الحمد لله يعني نوض صباح نتكلو على ربي وعندنا أمنيت نلحقولو.